طيب اليوم مش حاسوي لكم مشترياتي من شيئين. بنات انا حرفيا طلبت كل حاجة والقاها انها ما وصلت وقت المدارس، ترى هناك في بلوفر معلق. المهم يلا بسيكم بوكسينج. ايش رايكم نبدأ في اول كيس؟ هذا دام انه يعني فوق عيني فيلا. شيء عندنا مقلمية، يعني المقلمية انا احط فيها كل حاجة للأقلام والاشياء المدرسية، احط فيها ارواج محدد. هذا ايش؟ هذا اللانش بوكس بس انه كذا على شكل توست، مرة كيوت. كمان طلبت اومي جاد طلعت صغيرة، شوفوا كيف، بس انه شوفوا كيف من جوا كذا تدمج كذا طططط. طلبت هذا حق الراس اللي كذا، في ملابس كثيرة ما اتذكر ان طلبت ملابس. محمد ايه شنطتي فين؟ شنطتي فين بنات؟ طلبت كمان اقلام، برضو اقلام. طلبت هذه الشباصات مره كيوت، شوف كيف بنات مره حلوه الوانها، مره حلوه بنات. شوف شكلها كيف من قريب، حتى الوانها كذا ما هي ذيك الصاقعه، مصاقعه الفاقعه اللي تفقع العين، لا مره حلوه. هذا غريب، شوف كيف من برا شكله غريب صراحه جماعه، شكله غريب. ما اتذكر اني طلبت شيء كذا مقفل. محفظة للمدرسة، بس اصلا ما طلبتها للمدرسة، طلبتها للخروج اللي برا. من الخواتم، انا عندي هوس خواتم عشان كذا لازم مع كل طلبية اطلب لي خاتم. شوفوا كيوت هذه الدباسة، مسطرة بنات، هذه مسطرة رهيبة مرة، لازم تكون عندكم صغيرة واصلا حجمها ندفع. اوكي هذا عرفت من ايش، واضح كتاب من عنوان. اوكي هذا ملف، هذا الدفتر شكله مرة حلو. تخيلوا انا عندي هذا كتاب من يوم ما كنت ثاني متوسط، الدفتر من ثاني متوسط، اتذكر اشتريته من مكتبة جرير ودحين طلبته مرة ثانية لانه مرة شكله حلو صراحة، وانا من الناس اللي يهمني شكل الدفتر مرة يهمني. شوفوا طلبت هذه، تخيلوا هذه مجموعة كذا في لون ازرق اصفر كل شيء. وانا برضو قد طلبت من شيئين ثالث متوسط، ايوه طلبت زي هذا الدفتر، شوفوا حق الرياضيات، بس للاسف ما دام انه المدرسه بدات فانا عرفت ايش المعلومات يحتاج وما يحتاج، وطلعت ابنة رياضيات ما تحتاج دفتر، يعني على حظي ما اشتري دفتر حلو. اشتريت هذه عشان حابدا تنظيم يوم، عشان انا حياتي ملخبطه فعلا، حياتي ملخبطه مره. هذا الشيء هذا صراحه بحطه في ركن القهوه، مره حلو. جبت شراريب، اقول الله يكرمكم ولا لا ما ادري، شراريب شيء صراحه تعجبني مره كذا نعم. طبعا لازم اطلب بلايز بيضه، بلايز بيضه، بس شوفوا هذه ايش طلبتها، طلبت البدي اللي يكون جوه الملابس سواء مريول ولا مو مريول. شوفوا كيف هذا البلايز كذا تكون كنا فلينا حقتنا احنا صغار. هذا ايش؟ اتوقع هذا حق كرم اذا ما خاب ظني، ايوه حق كرم، بس انا اللي حلبسه، الحياة مشاركة معليش. شوفوا شنطتي، شوفوا انا ليش اخذت شنطة سوداء زي كذا سادة، قولوا ليش؟ عشان انا جبت فيه ايش اسمه، ايش يسموه؟ ميداليات. المهم نبدا في الكيس الثالث، طلبت هذه الربطة بنات مرة حلوة بالله، بوريكم هي من جوا. شوفوا كيف مثلا هذه، اول شيء مره نكش كيوت، تخيلوا كذا انكم مثلا مسوين ويفي او كيرلي وحاطين هذه كذا والله مره كشخه، خلاص تسريحه بكره. طلبنا ميزان قهوه مره لازم بنات، الميزان حق شيئين مره حلو، بس اهم شيء تكونوا عارفين الاشياء هذه. طلبت شنطه ميك اب، بس هذا مو للمدرسه يعني، بس انها مره حلو شوف كيف. وكمان طلبت هذا زي كذا بحيث اني انا احط مثلا الكريمات، انا عشان استعمل كراتين فاحيانا احتاج كريم الوجه، فخلاص شوفوا في مثلا الصغير هذا او كريم يد هنا، يعني عشان ما ياخذ مساحه من الشنطه. ايوه شوفوا الميداليه اللي اقول لكم عليها، ابغوريكم هي كذا شكلها واضح، تلف معايا تقهر، بس الحفاه مو واضحه. ايوه انا بنات فرشين مره حلوه برضو،
اوريكم هي. وهذه قررت اني اجربها حقت الحواجب، شوفوا كيف مره. كمان طلبت نفس الفرشه حقتي القديمه، اكيد تعرفوها، قد وريتكم هي. يا ويلي بنات، تجنن تجنن للكونسيلر بشكل رهيبه. بنات انا طلبت ربطات شعر، بشوف كيف صرت. طلبت ربطات شعر، بشوف كيف جات مره صغيره. او ماي جاد، بس انها حلوه حلوه حلوه. اشوف ليه من فين تقدر تسمع. لا حلوه حلوه والله حلوه، شوفوا. ايوه شوفوا يا بنات، طلبت هذا البلاشر رغم انه كثير قالوا انه سيء لانه يتكسر بسرعه، فانا بفتحه بشويش كده. عرفتوا صح، هو مغلف بزياده، خلاص بعدين بحطه. كمان طلبت فرش، شوفوا بنات، شوفوا مره حلوه، مره 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 حلوه، مره ناعمه. حتى الباكجينج حقها نفس البرودكت، مره حلو. كمان طلبت ايش، شبصات شعر. طب برضو هذا ايش، نسيت بنات، هذا ايش نسيت، يلا مالي خلق افتح شيء. ليب لاينر حق الشفايف، ليه كذا لونه خفيف. او ماي جاد، كيف اوريكم، يدي انكسرت، لونه حلو، شوفوا. كمان طلبت هايلايتر، خلينا نشوف يكتب ولا كذابين، انا اخاف من شيء صراحه احيانا. شوف بكتب على يدي يعني. والله صح كتب، يعني هو على يدي اكيد ما حيكتب. كمان شوفوا طلعت حق الشعر هذا، مره حلو بنات. هذا كنت اشوف صاحبتي تسويه كل صباح، يعني صح انه كذا شويه تبان كذا كانه معصبه، بس انه مره حلو. ايوه شوفوا هذا الشيء، انا اشتريته لاني صراحه اعاني، انا اعاني ان وجهي دهني بزياده. يعني ايش دهني بزياده؟ هذا بودره، تعرفوا عن جهة هنا مو يطلع مرة دهني، فهذا قال لك انه يحل المشكلة وما يسوي. شوف هنا في لمعة صح؟ راحت اللمعة؟ طب هنا هنا عن جهة خشمي، خشمي شوف شوف، شفتوا هنا؟ والله صح، والله صادقين. هذا ايش؟ ما ادري. طلبت بيوتي بلندر للمدرسة، مو للمدرسة بلا كذا بزايد، مو للمدرسة، اتبطل كذا كثير ولسه افتح. وهذا بشوف البيوتي بلندر هذه كيف، حبيتها لاكت. طلبت خواتم، كمان طلبت اشياء للشنطة، ابغى احطها على الشنطة، مرة حلوة. ابغى افتح هذا، ما يقلع الشيطان، شوفوا مرة حلو صح؟ كيف تعلقوه على الشنطة هنا؟ هذا ايش؟ هذا ايش؟ هذا هذا اكيد ماما طلبته. شوف كمان في بلوزة ثانية طلبتها، دحين انا اعيش لحظات الندم لاني اشتريت بس ابيض، ومدرستي طلعت تسمح ان انا البس الوان ثانية، فلو اني اشتريت سماوي بس حلوة والله. او ماي جاد ليه كذا، والله حلوة مرة، حتى قماشة بارد، حتى قماشة شوفوا كيف مرة بارد مرة. كمان طلبت بلوزة بيضة، ايش ما طلبت لايس كثير، شكلي طلبتها بالغلط، شوفوا نفس الشكل، والله غباء. بس برضو باردة مرة. شوفوا كيف جيش، مطر مطر مطر. شوفوا بعد ما دخل، شوفوا كيف البلوفر خلاص كله تبلبل بلبلة غير طبيعية، فخلاص ايش كذا بقع. او ماي جاش، طفينا شو اسمه هذا اللي... شوفوا جيش، هذه غرفة ولا والغرفة سوق جمعة، هذه كلها اشياء عشان
لا حول ولا قوة إلا بالله.